كل شيء، محروقات اساس كل شيء عندك، اهم شيء المازوت، يرخص المازوت يرخص كل شيء معك. سؤال مستلم بس هنالي. السبب مننا نسأل بقى المسلمين هالبلد، هني مسلمين هالبلد هني عم يغلوا بيوطوا على كيفهم، لأني التجار ما في لهم مراقب، ما حد عم يراقبهم، بس لو في مراقبة ما كان حد يقدر يلعب بأسعار المحروقات. والله بيقولوا لنا إنه أسعار من العالمية مرفوعة. بيقولوا إنه ارتفاع هبوط الليرة السورية التركي والأمور هالشيء، بيقولوا إنه من عنده المصدر. يعني نحن قادمين على فصل الشتاء هلا، بقى بتغلى المحروقات. ترتفع علينا نحن البنزين، تطلع بدك ترفع عزبون، بقول لك ليش عم ترفعه وليش عم تساوي، مين انكم انتم ترفعوا كيفكم تنزع كيفكم، ما بيعرفوا انه نحن عم نرفع، بس ارتفع المحروقات علينا نرفع له شيء. طب بالشتاء عندي حلين، لا اما اسرق لا اما ادفع على الورق. بيأثر على كل شيء المحروقات، يعني بيغلى الخضرة، بتغلى النقل، سيارات النقل بصيروا بياخذوا زياده اساس كل شيء. ايش من محروقات يرخص المازوت، تلاقي جاي بيرخص معه كل شيء، بل المازوت هيك والله رضيت خبز تصير بأربعة. أنا كل شغلة على المحروقات، على البنزين. يعني البنزين أول يوم ارتفع الدولار، ثاني يوم ارتفع، ارتفع عالميا، ارتفع الدولار عنا هون، ثاني يوم ارتفع. يعني أول شيء ارتفع 7.11، بعد نهارين 7.44، يعني ارتفع الدولار رفعوا لنا المحروقات. يعني ارتفاع اسعار المحروقات يعني شيء ما بيتصور العقل، في عمرنا ما وصلنا لهيك لهلا. انا ما عندي محروقات، ما بستعمل محروقات، ما بستعمل محروقات طويل والله. يعني صرنا نلجأ لطرق بديله مثل ما قلت لك، يعني بالنسبه للتدفئه تقدر تواجهها، بس بالنسبه للسيارات والكذا ما بتحسن، يعني اجباري بدك محروقات. من أربو يا خاين، احنا عبيدنا الحمد لله محروقات كلها حطب، واذا وجد الحطب لا اما شرحاتنا له ضمانه على الدار خالصين. الحطب اسعاره غالي، عم تلحق المحروقات، في عندك البيرين كمان عم بيلحق المحروقات، كل شيء عم بيلحق المحروقات. والله ما في شيء الحمد لله، عم نشتغل يعني دوب نلحق اكلنا. ما في تحضير، عم نلاقي ماشي كراتين في شغلات، دخلت حرق وهي حرقة عم حطها محفظية. ثلاث ارباع العالم صار عندها صوبات قشر، يعني منهم انا مثلا عندي صوبة قشر فستو، ما بعتمد على المازوت لا هذيك السنة ولا هي. شرحات نايلو عندي، ما في عندي اكثر من شرحات نايلو، حطب لا بنوجد لا ما بنوجد.